العالم يمر بظروف صعبة، وفي بداية تفاؤل بحذر، فلذلك نحن ممكن نشارك بالتفاؤل بأنه نفتح فندق راقي جميل في منطقة جميلة زي الساحل الشمالي. أنا أعتقد يعني نشجع الناس أنه ترى الحياة يمكن نحن في أزمة، ولكن العمر طويل وهالأزمات تجينا وتمر علينا، فإذا أنت تقدر تعملها بأسلوب زي هذا، هذا كرم من رب العالمين. أنا طول حياتي متفائل على السوق المصري، فلذلك يعني أنا ما أنظر لفرص الآن، أنا أنظر للفرص من حوالي 4-5 سنين، وعملنا عقود جديدة وقعناها وبنوقع أشياء جديدة. فلذلك بصفة عامة يعني أنا تفاؤلي بالسوق المصري في محله، وأنا أشتغل في السوق المصري صار لي أكثر من 14 سنة، فلذلك أنا أعتقد الفرص في السوق المصري موجودة طول الوقت. كيف ترى تأثيرات كورونا على القطاع العقاري بشكل عام، خاصة أنه هذا القطاع هو أحد القطاعات التي ضربتها بقوة أزمة كورونا؟ خليها تضرب سنة، نحن مؤسساتنا مش مبنية لسنة ولا مبنية لخمس سنين، مبنية على 30-40 سنة، ولكن على الأقل تخطيطنا 10 سنين. فلذلك إذا أنت تدير عملك بصحيح، وأن ميزانيتك واتفاقاتك النقدية جيدة، وعندك كوادر بشرية جيدة، وخدمة الزبون جيدة، فأنت تقدر تمر بالمرحلة هذه حتى لو في هبوط، ولكن نحن نعرف أن ربنا كريم وأن هذه أزمة وبتزول. إلى أي مدى أثر على القوائم المالية الخاصة بشركة عمار؟ والله شوف، إحنا أعلننا أرقامنا، ما أبغي أقول لك الأرقام، بعضها يمكن لازم أعلنها حسب يعني متطلبات الأسواق المالية، ولكن طبعا نحن متأثرين، حالنا حال الناس، ولكن يمكن نحن كمان أحسن من الناس بكرم من رب العالمين وفضل جهود موظفينا، ولكن ما في شيء ما نقدر عليه. يعني إذا في تأثر السنة هاي، نحن حنعيش سنين طويلة الحمد لله رب العالمين، فلذلك السنة هاي صعبة شوية، سوكي نشد الحزام. توقع تعافي قريبا للقطاع العقاري؟ والله أنا نظري أن مثل ما تعرف كنت تتكلم في السابق، العلم عند رب العالمين يعني، ولكن أتوقع أن احنا عندنا يعني 12 شهر لازم نشد الحزام، لازم نكون حذرين، لازم نكون ننتبه، وحتى بعدها لازم ندير مؤسساتنا دائما بانتباه، ولكن وخصوصا السنة هذه.